أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم حرص الوزارة على مشاركة أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. وأكدت وزيرة الهجرة أن مشاركة الوفد بالمبادرة سيكون حافزا لهم للحديث عنها في مجتمعاتهم الخارجية. كما شاركت الوزيرة مع مجموعة شباب من أبناء المصريين بالخارج في ماراثون الرياضي الذي انطلق في محافظة الأقصر.